السلام عليكم شباب، شخباركم؟ اليوم بعطيكم لعبة جديدة بحلقة جديدة. اليوم يا شباب هاي اللعبة هيك مثل مغامرة أو هيك شي، خلينا هسه نلعبها بدون مقدمات. خلينا ندخل. شوفوا يا شباب، اندوس هاي نختار الجيش اللي نريده. يمكن ما دقيقة، ها نروح ندوس هاي، دخلنا بالحرب يمكن. اي تمام. هايو اثنين راحوا بس بقت واحد. انا طبعا هاي اللعبة اول مرة افتح. هاشوف يا شباب، فزنا اخذنا نجمة. شوف هاي جتنا فلوس، هلقيت اكس بي يمكن، جواهر ما ادري والله. لعبة حلوة انصحكم تنزلوها، راح اخلي الرابط مالته بالوصف. اوكي هسه شنو هاي؟ خلي ندوس هاي. ايه هسه يمكن هاي قريتنا، يعني هي مثل القرية. دقيقة نضغط، نروح هيجي نروح، ها نضغط على هذا نشوف شنو. لا هذه ما، هذا ما ينفتح. نروح على هذا، هذا يمكن ما الهجوم، يمكن والله ما ادري. دقيقة دقيقة شباب، بس راح اروح اشوف فيديو يعني اشوف الفيديو مالته وارجع لكم. اوكي يا شباب، بعد ما شفت هيجي في مقطع صغير، هسه الشباب شوفوا هاي من هنا نهجم، نقدر نهجم من هنا. شوفوا يا شباب، هسه شخصيتي بنية مو ولد. شوفوا منا هذا الولد وهذا البنية، يمكن بعد ما فاتح الولد ان شاء الله نفتحه. ومن هنا هاي، ومن هنا هذا جيشك ما ادري شنو. ها شنو، ها شنو، ما يمكن ما ادري والله شنو. هنا هذا الجيش مالتي، هذا من هنا الجيش مالتي. يمكن اقدر ارقي. اي شوف يا شباب نقدر نرقي، بس منين يترقى؟ دقيقة من هنا. اي شوف يا شباب ترقى، والله رقيته. هسه صار 3 نجوم، هو بس كان شقد والله ما ادري. هذا مدير رقي، يلا خلاص بس الاثنين نقدر نرقي بعد، بس انا يمكن فلوس خلصت. شوف هذا يا شباب نجمة واحدة، شوف قد اقدر اصعده وما اقدر. خلي هسه اروح اهجم، دقيقة اهجم. هسه صار جيشي قوي، ممكن نهجم نسيت ممكن نهجم. دقيقة يا شباب شنو هاي؟ هاي شو تقول؟ يقول اضغط على هذا. وبعدين شباب هسه ارجع لكم. اوكي يا شباب لهنا راح نختم الحلقة، ما بقى شيء، باكر اكمل لكم وراح اسألكم فشي حيل حلو. واكتبوا لي بالتعليقات لا شي تريدونه ماينكرافت او هيك شي، و اسألكم حلقة واكتبوا لي بالتعليقات اليوم اريد حتى باكر اسألكم حلقة لو ماينكرافت، لو تريدوا هاي اللعبة حلقة ثانية،
لو العاب ايش نزل بالقناة تكتبوا لي اياها، شوف باكر لهوتي حتى انا ما اسوي لكم اياها في مال.